جهاد يوسف مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورتس أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ملعب لول ترافورد قبل ضربة البداية لمباراة الأسبوع 21 للدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج بين المان يونايتد وساوثامبتون. مان يونايتد صاحب المركز الثالث 43 نقطة 13 فوق. حتمت على الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو إدخال بعض التحويرات على مستوى التشكيلة في هذه المواجهة. لوك تشو على اليمين أشلي يونغ في المحور فيكتور لينديلوف جوم سبعة تشين لونغ كرة لسوفيان بوفال في حوار مع أشلي يونغ والتعادة على الأقل المركز الثاني اللي فوت فيه لتشيلسي ولو مؤقتا. تمشي كرة سوفيان بوفال الإمكانية لمتهمة محمد صلاح صاحب ثنائية اليوم في مباراته أمام ليستر بعدما كان ليستر متقدم بهدف مقابل صفر. بداية الشوط الثاني سجلت استفاقة صلاح صاحب ثنائية في هذه المباراة. هذه كرة من سوفي يستفيد من ضربة مخالفة المغربي سوفيان بوفال سجل هدف في مرمى توتنهام الجولة الماضية. تشين لونغ ترشح كرة سوفيان بوفال بعدما اشتصلت خطيرة كرة التسديد اللي غادر الملعب يرجع وربما استفاد من وضعيته. هذا ما شعر المراقب يرفع الرايه للاعلان عن تسلل ضد هجوم ساوثامبتون. يونايتد كان ضد المتصدر المان سيتي 2-1 الاسبوع 16 بينما وورد براوس لسوفيان بوفال بوغبا ما توصلش كره لراشفورد أسبق الدفاع والانطلاقة من سوفيان بوفال. سوفيان بوفال أمامه أشلي يونغ ينتظر سوفيان بوفال تعكورة من ماكارثي ثم مسك الحكم يترك الأسبقية. أكيد سنشاهد حكم مرة أخرى يترك الأسبقية. تمشي كورة سوفيان بوفال أمامه أشلي يونغ بوفال يدخل منطقة الجزاء يبحث آخر من أشلي يونغ سوفيان بوفال التوزيع بوفال والإبعاد من لينديلوف ويستلي هودد 1-2 سوفيان بوفال مع دو سانتاديتش يتعدى بوفال يبعد لما تيتش بوفال حب يرجع بالكرة لتادي ستيفانس. سوفيان بوفال تضرب كورتو في مخيتاريا لينديلوف سوفيان بوفال يضغط أشلي يونغ وضرب يلعب على حدود إمكانيات فريق ساوثامبتون يؤمن الدفاع ثم محاولة استغلال المرتدات تعويل على إمكانيات بوفال. في هذه اللحظات المان يونايتد لمسة يد مرة أخرى والحكم يخلي اللعب لا يدارك ويعلن عن مخالفة هجم روميلو لوكاكو وتعويضه براشفورد. بوغبا قلت الأمور ليست على أحسن ما يرام بالنسبة لساوثامبتون في هذه المرحلة أكيد مع تقدم الأسابيع وتقدم المباريات ومع تواصل هذه النتائج السلبية ربما يكون نهاية موسم صعبة وصعبة جدا ترشح كورة ويستلي هودن سوفيان بوفال مع تشين لونغ بوفال بوغبا مع بوفال ولو يوشيدا لسوفيان بوفال على عكس المباراة الماضية لساوثامبتون أمام توتنهام ترك الثقل الكل على في الفترة الأولى والشوط الأول يقوم بدور كبير وجيمس وارد براوس الى جانب سوفيان عاد الى ارضيه ميدانه اولد ترافورد. ملعب لويسلي محاوله الضغط من جيسي لينغار توصل لسوفيان بوفال يتعدى سام ماكوين عرضيه ياخذ كوره اويبرغ سوفيان بوفال يتعدى بوفال يبعد على راشفورد والكوره ضاعت لركنيه ماركوس راشفورد يرجع امام المغربي سوفيان بوفال وركنيه اخرى اويبرغ اسبق من ماتا
سوفيان بوفال، بوفال لسام ماكوين، أتال بسرعة، اعتماد الهجمات المعاكسة من جانب ألمان يونايتد، طريقة إلى حد الآن تيد لبيير إيميل أويبيرغ. سوفيان بوفال يلعب قصيرة لروميو، روميو ربما خسارة كانت ستدفع بإدارة نادي ساوثامبتون لفك الارتباط مع الفني الأرجنتيني اللي واصل المشوار، ربما يخلو فرصة أخرى للتتالي النتائج السلبية وتعثر ساوثامبتون. قلت لي ما يعرف تفوق العددي، ويسلي لسام ماكوين، تظل مرمى ماكارثي، يعني قبل الوصول للمرمى يجب إيجاد توازن وطريقة اللعب المثلى لفرض التواصل والضغط يولد الأخطاء، أخطاء دفاع ساوثامبتون وقبل خمسة أهداف كاملة على عكم خيتاريا ممكن يفقد تركيزه ويصبح يلعب تحت ضغط كبير. وورد براوس ترشح كورة من هويبيرغ، إمكانية الانطلاق، سوفيان بوفال ينتظر المساندة تاتي من هويبيرغ، هذا مش ممكن، الأقرب أنه خيارات مورينيو، طريقة لعبه غير فعالة إلى حد الآن بعد 62، خطأ من لينديلوف أمام سوفيان بوفال، 6 أهداف إلى حد الآن مع ألمانيا يونايتد في البريمير ليج، ولو أنه الحلقة يوشيدا لوارد براوس، تخرج من أوريو روميو، ويسلي يوشيدا وحارسه أليكس ماكارثي، قلت يلعب كل راحة الدفاع يلقى الوقت، دفاع ساوثامبتون، بوفال أعطي كورة لوارد براوس، يرفع لينديلوف، استلام كورة ثانية من هويبيرغ مرفوعة بوفال والرأسية من تاديتش. أرضية لورد ترافورد إلى حد الآن مباراة مشاهدينا الكرام أصبحت مفتوحة على كل الأحجار، يرفع كورة شو الاعتراض من وورد براوس، ترجع كورة سلاح الهجومات المعاكسة لساوثامبتون، سام ماكوين تمشي كورة في وسط الملعب، روميو بكل راحة يلعب ساوثامبتون، شوف تاديتش، تاديتش، سوفيان بوفال، سوفيان بوفال لونغ يسدد، اعتراض من الدفاع، ترجع كورة لساوثامبتون، سوفيان بوفال، بوفال دخلنا المنعرج الأخير من المباراة، ذولي عنده إنذار على كل، تحصل على إنذار، رودة هويبيرغ وبوفال، براوس هذا الرباعي، بينما من جانب المان يونايتد ماتيتش كارثي، لكن ربما لمس كرة من بول بوغبا خلى الحكم يرفض الهدف بداعي التسلل. سوفيان بوفال سيغادر، المغربي بوفال يغادر، يدخل ريدموند، ريدموند مكان بوفال.